المادة المظلمة والطاقة المظلمة هما من أكثر مكونات الكون غموضاً، يشكلان ما يقرب من 96 بيميتا من كتلة الكون، لكننا لا نعرف سوى القليل جداً عنهما. المادة المظلمة هي مادة لا يمكننا رؤيتها، لكننا نعلم أنها موجودة من خلال تأثيرها على المادة المرئية. على سبيل المثال، تدور المجرات بشكل أسرع مما كان متوقعاً إذا كانت تحتوي فقط على المادة المرئية. هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك نوع من المادة غير المرئية يوفر قوة جذب إضافية. الطاقة المظلمة هي نوع من الطاقة التي تجعل الكون يتوسع بشكل متسارع. لا نعرف الكثير عن الطاقة المظلمة، لكننا نعتقد أنها تتكون من قوة غامضة تدفع الكون بعيداً عن بعضها البعض. تشكل المادة المظلمة والطاقة المظلمة الغالبية العظمى من الكون، لكننا لا نعرف سوى القليل جداً عنهما. يعد فهم المادة المظلمة والطاقة المظلمة أحد أهم التحديات في علم الفلك الحديث. فيما يلي، بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول المادة المظلمة والطاقة المظلمة. تتكون المادة المظلمة من 27% من كتلة الكون. تتكون الطاقة المظلمة من 68% من كتلة الكون. لا يمكننا رؤية المادة المظلمة، لكننا نعرف أنها موجودة من خلال تأثيرها على المادة المرئية. تجعل الطاقة المظلمة الكون يتوسع بشكل متسارع. لا نعرف الكثير عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة، لكنهما من أهم المكونات في الكون. المادة المظلمة والطاقة المظلمة هما من أعظم الألغاز في الكون. من المحتمل أن تكشف الأبحاث المستقبلية المزيد عنهما، لكنها ستظل لغزاً إلى حد كبير.